بسم الله الرحمن الرحيم. أتحدث إلى حضراتكم في هذه الدقائق عن السودان. إلى أين تتجه السودان؟ السودان شهدت في الشهور الماضية كما تابعنا جميعا انتفاضات شعبية ومظاهرات انتهت بثورة أدت إلى تغيير النظام. هذه الخطوة الشعبية الجميع رحب بها باعتبار أنها خطوة نحو الأفضل، نحو الانتقال بالسودان إلى حال ديمقراطي أكثر استقرارا، إلى حال أكثر انفتاحا، إلى وضع أكثر رخاء. هكذا يتطلع المواطن السوداني وشعوب المنطقة التي ترحب بأي خطوات إيجابية على طريق الربيع العربي أو على طريق تحقيق المسارات الديمقراطية في المنطقة. ولكن انتهت الأمور في الفترة الأخيرة كما نتابع في السودان إلى مشهد نصف ثورة، بمعنى تقاسم سلطة ما بين نصف مدني ونصف عسكري، وأيضا تم الاعتبارات تجنيب أي مسار ديمقراطي لمدة 3 سنوات وشوية. الفترة دي هتكون تقاسم السلطة فيها مناصفة بين نص المجلس العسكري المدني ونص العسكري، ولكن وأيضا إضافة إلى المجلس التشريعي اللي هو شفنا احنا فيه 67% منه حرية وتغيير والباقي لتيارات أخرى. الشاهد من الموضوع أن السودان في حاجة إلى أن يتعافى، في حاجة أن يتصالح فيما بين أطيافه العامة، يحتاج إلى روح تنمية، روح مشاركة، لا روح إقصاء، لا روح انتقام. أما إحياء الماضي وثارات الماضي ومحاكمة ناس من على أحداث تمت من 30 سنة، فممكن البعض يتساءل ولماذا لا يحاكم من قام بانقلاب مع نوميري أو مع عبود أو مع غيره من قيادات أحدثت انقلابات في السودان. استدعاء الماضي لا نهاية له، ولكن السودان في الحقيقة يحتاج إلى روح جديدة، إلى روح تبني ولا تهدم، أيادي تمتد بعضها البعض، ومحاولة التوافق والوصول إلى نتائج إيجابية. يعني الشعب السوداني عندما ثار من أجل رغيف الخبز، ثار من أجل الرفاهية والحياة الكريمة، لم يثر من أجل أن تكون هناك مقاصل ومراحل للانتقام وللانتقام المضاد، لأن هذا الأمر يفتح الباب على مصراعيه للاحتراب الأهلي، يفتح الباب على مصراعيه لعدم التوافق ولأن يجعل من السودان حالة عدم استقرار. كل هذه الأمور تأتي بعدما رأينا إجراءات تمت مؤخرا، على سبيل المثال حيث تم حظر ما يزيد عن 26 مؤسسة مجتمع مدني كانت تعمل في السودان. فالتضييق على المجتمع المدني وحصاره، إلزامه بالقانون هو الشيء الأفضل، التعامل معه بضوابط جديدة، يعني ليست أداة مصادرة الشأن العام واختزال السلطة بأدوات أقرب للديكتاتورية، هي ليست هي المسار الصحيح. اختزالها في تيار، يعني استبدال تيار بتيار ومجموعة بمجموعة، ليست هي المسار. السودان لابد أن يشمل السودانيين، كل السودانيين، الشعب السوداني كله الذي يطمح في الحرية، في العدالة، في الكرامة، اللي هي الأشياء من أجلها الشعب السوداني كله اتحرك وانتفض وكلنا كنا سعداء وداعمين لهذا المشهد. ولكن حقيقة أن تصادر مؤسسات مجتمع مدني، أن تحل أحزاب سياسية، يعني بمعنى الثورة هي إدماج للناس في العمل السياسي، تدريب الناس على العمل السياسي، وخاصة إذا أنت وضعت فترة انتقالية طويلة، يعني 3 4 سنين. أنت طب أنت لما تستعدش أنت سياسيا بدل ما تصادر الحياة السياسية وتقوم بحل أحزاب وتجعل هذه المكونات الضخمة بدل ما بيحتويها أطر سياسية
يعني يلعب بعقولها أي فكر تاني أو أي شيء تاني، خاصة لو أصبح هناك اعتقالات وتعذيب أو إجراءات انتقامية أو مصادرة أملاك وأموال أو إغلاق جمعيات خيرية. كل هذا الأمر في حد ذاته أمر خطير، وهذا الأمر في الحقيقة بيلقي بالتبع على محب السودان، هذا البلد الشقيق وهذا الشعب الشقيق، أن يحدث تواصل مع القيادة السياسية هناك، مع الوضع الجديد هناك، وينصحوا بالتوافق، ينصحوا بأن تكون المراحل الجديدة للبناء وليست للهدم وليست للانتقام وليست لنصب المقاصل والمشانق وغير ذلك من إجراءات، لأن هذا الأمر في الحقيقة لا يمكن للمجتمع أن يقصي بعضه بعضا أو أن يفرغ المجتمع من شرائح ضخمة هي موجودة بالفعل في المجتمع. وهذا الأمر في الحقيقة يعني غير جيد، وقد رأينا في دول كثيرة من دول المنطقة عندما تحدث احترابات ويحدث خلافات وشقاقات بهذا الشكل الحاد والكبير تكون هناك مشكلة. إذا كانت الثورة ارتضت بعد نهايتها أن تتقاسم السلطة مدنيين وعسكريين، فإيه المشكلة أن يتقاسم السلطة يعني الشعب السوداني كله بكل مكوناته؟ ليه إحنا بدل ما نغلق المجال العام ما نفتح إحنا المجال العام للكل؟ يعني نترك الموجود ونفتح للمزيد، ويعني خاصة أن أصبحت معنا الدولة، معنا القوانين، معنا يعني كل الإمكانيات اللي من شأنها إنها تفتح المجال. يعني تقييد الحريات وتقليم يعني أظافر المجتمع وإنهاء الحياة أو المساحة الديمقراطية الموجودة اللي فيها تنفس، ويصبح الرأي هو رأي الأوحد بلا انتخاب، مجلس تشريعي بلا انتخاب، يصبح مجلس رئاسي تم بالتوافق بعيدا عن أنه يرضي كل السودانيين أو لا يرضي، ولكن المخرج في السودان هو مخرج توافقي، هو مخرج تعاوني، لا مخرج انتقامي، لا مخرج استئصالي، لا مخرج إقصاء من الحياة السياسية. حقيقة احنا جربنا في مراحل سابقة عمليات الإقصاء لا تفضي إلى خير أبدا، وعمليات الانتقام أيضا الإجراءات الانتقامية لا تفضي إلى خير، إنما تكون هناك عدالة انتقالية تمام، يكون هناك توزيع للثروات بشكل عادل تمام. كل هذه الأمور مطلوبة وجيدة. أيضا لا يمكن للمجتمع السوداني القبلي اللي هو قائم على القبلية وقائم على التنوع وقائم على يعني حتى على وجود المؤسسة العسكرية بشكل معين، التي وجد السودانيون أنفسهم أنه لا يمكن التعايش بإقصاء أو يعني جزء للجزء الآخر، لا يمكن التعايش بمعارك صفرية تنتهي بالخسارة للكل. لذلك ينبغي على أشقائنا السودانيين والمهتمين بالوضع العام أن يحدث شيء من مراجعة النفس، وكذلك يكون هناك أيضا ضريبة على كل من شارك في دعم الشعب السوداني في انتفاضته وفي ثورته وفي التغيير اللي حصل، أن يكون هناك أيضا إعلام واعي، إعلام يدرك أن مرحلة البناء والبناء المستقر والبناء الذي لا يفضي إلى احتراب أهلي والبناء الذي لا يفضي إلى انتقامات مجتمعية والذي يصنع نموذج جديد في الحكم يكون يعني ملهم لشعوب الربيع العربي، لا أن يكون يعني جزء تتلاعب بالثورات المضادة تبذل الشعوب مهجها وشهداءها ورجالها في مظاهرات قد حدثت من أجل يعني العيش الكريم ومن أجل الرخاء ورغيف الخبز، ثم بعد ذلك نجد أن الذي يتحكم في المشهد دول في الإقليم لا هم لها إطلاقا إلا مصالحها، ولا علاقة لها إطلاقا بأي تطلعات للشعوب. فلذلك نجد أن حصاد ما تم في السودان من ثورة كريمة للشعب السوداني، نجد أن هناك شريحة من المجتمع تمارس الإقصاء، تمارس الاستئثار بالسلطة،
تمارس أدوات غير ديمقراطية. يعني الشعب السوداني قام لكي يصنع مسارا جديدا فيه حرية، فيه كرامة، فيه تنمية، فيه بناء، ليس هدم، ليس انتقام، ليس تصفيات جسدية أو معنوية. كل هذه الأمور مرفوضة حقيقة. يعني السودان يحتاج إلى روح جديدة، روح تسيطر على من أوصلتهم الثورة إلى الحكم ويعلموا أنهم سيحاسبوا أمام الشعب. يعني أنا كمواطن ليه يعني تحركت وليه ساهمت في الثورة وليه يعني تكبدت هذا العناء؟ مش علشان أرى يعني عمليات انتقامية وانتقامية وانتقام مضاد. أنا عملت كده علشان أعيش حياة كريمة، علشان يحدث انفراج اقتصادية، علشان يتم حلول المعاشية بالنسبة لي. لذلك نجد الآن أن رئيس الوزراء السيد حمدوك يعني هناك أنباء أنه يريد أن يقدم استقالته، الفريق برهان يرفض قبول هذه الاستقالة، وهذا يدل على فشل في القدرة على الحلول الاقتصادية. وهذا الفشل في حد ذاته يعني يلقي بالظلال على أن هناك مشكلة، يعني هذه المشكلة لابد أن تحل. يعني رئيس الوزراء كان عاوز ليه يقدم استقالته؟ كان عاوز يقدم هذه الاستقالة لأنه أراد أن يفرض شكل معين في الحلول الاقتصادية متمثل يعني بقرار حل المؤتمر الوطني. وبعد كده يعني هذا القرار بعد ما تم كان في إجراءات اقتصادية أراد أن يفرضها السيد حمدوك، ولكن رئيس المجلس العسكري أو المجلس السيادي اللي هو الفريق برهان رفض هذه الاستقالة. إذن لا نريد أن يحدث هناك فراغ أو حالة فشل أو نحل الخلافات بصدمات وبمشاكل. السودان يحتاج إلى استقرار، يحتاج إلى نصيحة صادقة لأشقائنا السودانيين ومن هم في السلطة بشكل خاص، أن يكون هناك درجة من درجات الوعي والإدراك والتعايش المشترك، أن يكون هناك دور أيضا على وسائل الإعلام التي ناصرت الشعب السوداني وناصرت الثورة السودانية، أيضا أن تقف مع مطالب الشعب السوداني، أن تقف ضد أي انحراف عن الديمقراطية، أن تقف ضد أي انحراف عن مطالب الشعب. ونحن لا نحتاج في الإقليم أو في المنطقة، لا نحتاج لسوريا أخرى، لا نحتاج لعراق آخر، لا نريد عمليات تدمير، ولا نريد أيضا ما حدث في مصر. ولذلك كانت الثورة السودانية تقول إما النصر وإما مصر، يعني في إشارة واضحة أن الشعب السوداني كان يطمح في تغيير حقيقي، تغيير ينقله إلى حياة كريمة، إلى حرية حقيقية، إلى تداول للسلطة، لا الدخول في معتركات وفي إجراءات لا تفضي في النهاية إلا إلى تكسير عظام المجتمع كله، ولا تفضي إلا حالة من الفوضى وحالة من الاحتراب الأهلي، لا تفضي إلى أي استقرار أو تنمية أو بناء للمستقبل. فأنا أقول أن الأوطان تبنى بالتوافق، أن الأوطان تبنى بعدم الإقصاء وبعدم الانتقام. فنحن في حاجة إلى عدالة انتقالية، نحن في حاجة إلى تكاتف مجتمعي، نحن في حالة إلى حل الأزمة الاقتصادية الطاحنة، وأن ينتبه الشعب السوداني لنفسه وألا نكون ألعوبة في أيدي دول رأينا كيف أنها أضرت بشعوب وبثورات المنطقة وبحراك شعوب ضحت بشهداء، ولكن انتهت الأمور في النهاية إلى خندق الثورة المضادة، والشعوب أصبحت لا بتحيا لا في حرية ولا في كرامة ولا بتحيا في رخاء ونعيم كانت تتخيله، بل أصبح كثير من الشعوب يترحم على أيام الحكومات التي ثارت عليها جراء ما وصلت إليها الأمور في بلادهم من الثورات المضادة. ولعل هذا الأمر نجده في مثلا في مصر الآن
نجده يعني كيف انطلقت الأمور في اليمن وكأين وصلت، نجد الحال في سوريا، نجد الحال في العراق، كل هذه التجارب المحيطة بنا. نتمنى لإخواننا السودانيين إن هم يستفيدوا من الدرس وألا يعودوا لمربعات نحن في غنى عنها، يستفيدوا من تجربة تونس، هذه التجربة الرائدة الملهمة اللي هي عملت حالة من التوافق وحالة من المخارج السياسية. أنتوا يا أخواننا يا سودانيين، أنتوا بتوع السياسة وكلنا بنتعلم منكم، وأنتوا سبقتم شعوب كثيرة بالسياسة وبتعليم السياسة. لا يليق بهذا الشعب العريق وبهذه النخب السياسية أن تترك السودان دون أن تأخذ على يد حتى من في السلطة لكي تصحح المسار، لا لحل الأحزاب، لا لحل الجمعيات الأهلية، لا لمصادرة الحقوق المجتمعية، لا للانقلاب على كل مساحة من مساحات الحرية، لكي نجعل من السودان سجن كبير ويكون فيه فقط عمليات التصفيات وعمليات الانتقام. فالسودان يحتاج إلى بناء ويحتاج إلى تراحم ويحتاج إلى تواصل. هذه يعني كلمات من القلب أوجهها لأشقاء السودانيين، عسى أن تصل إلى مسامع من هم في السلطة الآن أو من هم خارجها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.